تفاديا لانتشار الحميات مع بداية موسم الأمطار، دشن محافظة عزنبيل بالشمسان حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للحميات في مديريات الصالة والقاهرة والمظفر. التفاصيل في سياق تقرير الزميلة ناعم خالد. دشن محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ووكيل محافظة تعز الشؤون الصحية بتعز الدكتورة إيلان عبد الحق ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحمن الصبري حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للحميات، والتي تنفذه قيادة السلطة المحلية بمديرية المظفر والقاهرة وصالة وإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة. دشن حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض والحميات في مديريات المدينة الثلاث المظفر والقاهرة وصالة، وسيدشن هذه الحملة الأخ محافظ المحافظة والأخ مدير عام مكتب الصحة، وهذه الحملة تأتي في ظل الجهود لمكافحة الحميات داخل المحافظة، ويعتبر هذه السنة انتشار الحميات أقل بكثير من الأعوام الماضية، حيث انخفض المنحنى الوبائي بشكل كبير جدا، ولم تسجل المدينة إلا 715 حالة منذ بداية 2024، وهذا الرقم يعتبر رقم قليل جدا مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا كله بفضل الجهود التي تبذلها السلطة المحلية ومكتب الصحة ووزارة الصحة في مكافحة الحميات ومعالجة الأمراض المتعلقة بالحميات. تنفيذ خطة حملة الرش في بداية موسم الأمطار معالجة استباقية لمكافحة البعوض الناقل للحميات التي عانت منها المحافظة فترة طويلة، والتراجع في الحالات الإصابة عن العام المنصرم دليل بأن الحملة تؤتي مفعولها الإيجابي في المساهمة في محاصرة الحميات، والذي يحتاج أيضا تعاون المواطنين في ردم بؤر تكاثر البعوض. دشن حملة الرش لمكافحة الأوبئة بشكل عام الحميات في ثلاث مديريات المدينة وهي المظفر وصالة والقاهرة. هذا التدشين لم يأتي هكذا، وإنما أتى وفقا للإعداد الفني مع والتنسيق مع مدراء المديريات ومدراء الفروع، موقف توجيه الأخ محافظ المحافظة، وسبقوا اجتماعين لهذا قبل هذه التدشين. الغرض من هذه الحملة هو أن نحقق ونصل إلى تقليل من نسبة الإصابة بالحميات بشكل عام سواء كان حمض ضنك أو غيرها. طبعا الحميات اللي سجلت خلال 2024 بداية العام 715 حالة، طبعا لا يوجد وفيات إلى هذه اللحظة. نحن دائما كمكتب الصحة نعمل وفقا للخطة الوطنية، الخطة الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة العامة والسكان. هذا التدشين اليوم برعاية محافظ المحافظة وتوجيهاته، وفقا أيضا للتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان. نتمنى من الإخوة المواطنين أن يكونوا عونا للفرق. الحملة الاستثنائية التي تقوم بها محافظة تعز من أجل مواجهة حميات، هذا أنجز شيء غير عادي بأن يكون هناك تناقص طردي للحالات التي كانت تصاب بالحميات ويمكن يصل إلى الوفيات. نعيم خالد لقناة عدن الفضائية تعز.